تغار رنا من طارق وحميرة وتتخذ إجراءات للانتقام منه. ما الذي صدم طارق عندما رأى جيم ورنا بمفردهما؟ يتسكع رجال طارق حول فيسل ويحاولون الحصول على معلومات حول ملك. يريد اكتشاف منزل طارق فيسل والوصول إلى ملك. من ناحية أخرى، تقوم رنا بترتيب لقاء مع حميرة. بينما يعتقد أن حميرة على علاقة سيئة مع طارق، يتفاجأ بحالة حميرة المبهجة، وهذا يجعله غاضبا وغيرة للغاية. بعد ذلك تضع رنا خطة مع جيم لمعرفة ما إذا كان طارق يحبها حقا. تنجح الخطة التي توصلت إليها رنا مع جيم بشكل مثالي، ويقع طارق في فخ خدعة رنا. ما هو نوع المشهد الذي سيواجهه طارق عندما يصل إلى مكان وجود رنا وجيم؟ هناك خلاف بين كرم وثريا بسبب بارلا. من ناحية أخرى، قرر طارق استخدام فيسل لتعقب ملاك. هل سيخبرهم فيسل الذي يرى رجال طارق أمامه بموقع ملاك؟ من أجل إنقاذ بارلا من تشاغلر، يتعين على كرم أن يكذب على بارلا ويقول إنه حبيبها. بارلا معجبة جداً بكلمات كرم هذه الذي يتصرف ببطولة. سوريا التي لا تعلم بكل هذا تفي بوعدها لإليف وتشمر عن سواعدها لقضاء ليلة سينمائية معاً. كرم الذي يغادر بارلا ويأتي إلى القصر يشعر بالتوتر بسبب سوريا وبارلا، لكن هذا التوتر لم يدم طويلاً، وذلك بفضل إليف. من ناحية أخرى، تمكن رجال طارق الذين يسعون وراء ملك من الوصول إلى فيسل. الرجال الذين أعطوا طارق معلومات عن فيسيل انتهى بهم الأمر في النهاية مع فيسل. ماذا سيفعل فيسل عندما يرى فجأة هؤلاء الرجال الخطيرين الذين لم يقابلهم من قبل؟ تتخذ بارلا إجراءات لمنع كرم وسوريا من قضاء الوقت معاً. ماذا ستفعل ثريا التي تشعر بخيبة الأمل لأن كرم نسي وعده؟ يذهب أليف وو ليمان إلى حفلة عيد ميلاد إنجي. أتساءل من هو الشخص الذي تحبه شفق؟ أليف يراقب الجميع. بعد أن يشتبه أليف في تصرفات جولد وو شفق، يحاول أليف الحصول على بعض الكلمات من جولد. يعرض كرم الذي عاد مسؤولاً عن عمله قضاء بعض الوقت مع سوريا في المساء لرفع معنويات إليف. عندما علمت بارلا بذلك، ذهبت إلى الشركة القابضة ووضعت خطتها موضع التنفيذ. بارلا التي تقول أن شخصاً ما يدعى تشاغلر يزعجها، أخبرت كرم أنها ستقابل تشاغلر في المساء. بارلا التي تطلب من كرم أن يأتي معها ويتظاهر بأنه حبيبها، تحقق هدفها. هل ستتعلم ثريا التي تعتقد أن كرم نسي وعده الحقيقة؟ كرم الذي تأثر كثيراً بما قالته له أليف، قرر البدء في مشروعه مرة أخرى. من ناحية أخرى، تتخذ ليمان إجراءات للعثور على المرأة التي تحبها شفق. هل سيتمكن ليمان من معرفة ما حدث بين شفق وبولد؟ أليف تخبر كرم وسوريا بكل شيء عن والدتها. كلمات أليف التي تقول إنها تريد أن تكون الوجهة الإعلانية لمشروع الأحذية من أجل العثور على والدتها، تهز كرم وثريا بشدة. ثم يقرر كرم تولي وظيفته مرة أخرى حتى لا يخيب أليف. من ناحية أخرى، قررت تولي وفيسل إقامة حفلة عيد ميلاد مفاجئة لإنجي. يواجه فيسل ليمان وأليف وعليه أن يدعوهما إلى الحفلة. على الرغم من أن ليمان لا يريد الذهاب في البداية، إلا أن أليف يقنعه بالقول إنه يمكنهم العثور على المرأة التي تحبها شفق في الحفلة. هل ستفهم ليمان أن شفق تحب جولدا؟ هذا المساء تحاول أليف بكل الطرق العثور على والدتها. أخيراً قررت أليف، غير القادرة على تحمل ثقل ما عاشته، أن تخبر أسرارها لسيريا وكرم. سوريا وكرم اللذان تمكنا من البقاء بمفردهما على الرغم من كل حيل بارلا، يستمتعان بلحظات رومانسية. سوريا وكرم اللذان يريدان التخفيف من ضغوط الأحداث الأخيرة في الشركة،
يقضون وقتاً ممتعاً معاً. عند تعلم ذلك تدخل بيرلا في انهيار عصبي، ومن ناحية أخرى تواجه إليف التي تهرب من القصر لتجد والدتها التي تعتقد أنها على قيد الحياة مفاجأة كبيرة. لكن فرحة إليف لم تدم طويلاً وتشعر بخيبة أمل. بعد هذه الحادثة، هل ستتمكن أليف التي تريد أن تخبر كرم وسوريا عن الأحداث التي مرت بها حتى الآن من أن ينسكب قلبها؟ تهرب أليف من المنزل وتتجول في الشوارع لتجد والدتها. إليف التي تعلق صورتها في كل مكان لتظهر لوالدتها أنها على قيد الحياة، تواجه مفاجأة كبيرة عندما لا تتوقع ذلك. عندما تكتشف بيرلا أن كرم وثريا يتناولان وجبة الإفطار بمفردهما، تصاب بالجنون من الغضب. بيرلا الذي يريد قطع الأمور بينهما يأتي بخطة خادعة. يحاول مسايد بكل الطرق العثور على ميليك. من ناحية أخرى، تذهب ملاك إلى القصر للتنظيف، غير مدركة أن ابنتها أيضاً تحت نفس السقف. ومن ناحية أخرى، تهرب أليف من القصر وتتجول من شارع إلى شارع للعثور على والدتها. يكافح فيلدان للعثور على إليف قبل أن يلاحظ كل من في القصر غيابها. بينما تبحث إليف عن والدتها، تواجه مفاجأة لم تكن تتوقعها أبداً. ماذا حدث ليصدم أليف؟ يتأكد ماسيدا من أن ملك على قيد الحياة. ومن ناحية أخرى، تقوم أليف بتعليق صورها في الشوارع حتى تتمكن والدتها من العثور عليها. هل ترى ملاك صور أبنتها؟ يخبر مصطفى ماسيد أنه وجد أثر ملاك. تشعر مسيد بسعادة غامرة عندما تدرك أن مشاعرها لم تكن خاطئة. ماسيد التي هي متأكدة من أن طارق يلاحق ملاك أيضاً، تريد الكشف عن الحقائق في أسرع وقت ممكن وتقديم صهرها إلى العدالة. من ناحية أخرى، يشكو فيلدان من كثافة العمل ويدعو ملاك إلى القصر للمساعدة في العمل. ملك تغادر إلى القصر. من ناحية أخرى، تقرر أليف تعليق ملصقات عليها صورها في الشارع للعثور على والدتها. هل ترى ملاك صور أليف؟ يشك ماسيد في تحركات طارق ويتبعه. مصطفى مساعد ماسيد يتعقب ملك بفضل طارق. بيرلا التي تحاول فصل سوريا عن كرم تمكنت من جذب انتباه كرم بالكذبة القائلة بأن تشاغلار يزعجها. بعد أن أدرك كرم أن سوريا أساءت فهم هذا الاهتمام، حاول أن يشرح له ما حدث، لكن الأمور تتعقد.